اهلا بيكم فيديو جديد مع حلقة خاصة جدا هنتكلم فيها عن تنزيل نظام ويندوز بداخل نظام ماك على اجهزة ابل سيليكون. يعني ايه محمود ابل سيليكون؟ يعني معالجات M1 M2 M3 M4 وهكذا. انما لو المعالج بتاعك انتل كور i5 كور i7 i9 ايا كان ده مش ليك، الفيديو ده مش ليك. كمان النهاردة هيكون تحديث 2025، وكمان معانا مفاجأة ولأول مرة مايكروسوفت تعمل نسخة ويندوز ارم وتنشرها الناس تقدر تنزلها وتستخدمها، ولكن عملوا حركة كده مش لطيفة اقول لكم عليها واقول لكم ازاي نتخطاها، بس تقدر تنزل نسخة مايكروسوفت اخر تحديث للويندوز وتقدر تثبتها كمان عندك على الماك بالمجان 100% فري. خلينا كده على طول نروح نشوف البرنامج اللي هنستخدمه. طبعا كالعادة هو UTM، وطبعا انا شرحته قبل كده اكتر من مرة، بس قبل ما اكمل انت ما عملتش لايك ليه؟ اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وشاركني برأيك تحت في التعليقات وشارك الحلقة دي مع أصدقائك. خلينا كده نشوف ازاي ننزله. اول حاجة UTM في منه نسختين، النسخة بتاعة الاب ستور، ودي للناس اللي عايزة التحديثات من الاب ستور، يعني انت عاوز تدعم المطور خش اشتري النسخة دي. طيب انت عاوز تستخدمها بالمجان مفيش اي مشكلة، اضغط على داونلود هنا هينزل معاك وهتثبت النسخة عادي بدون اي مشاكل. يعني هنا بيقول لي طبعا جوجل كروم بيعمل كده، اي حاجة بتنزلها بيقول لك يعني ممكن يبقى شاكك فيها وكده، بس هي اصلا ما فيهاش اي حاجة، بس انا حبيت اوضح بتنزلها عادي بدون اي مشاكل. اي حاجة حتى لو بتنزل صورة هتلاقيه برضو بيجيب لك الكلام ده، فالمشكلة في المتصفح نفسه، فالملف نفسه ما فيهوش اي حاجة، فانت بتنزله عادي وبتثبته عندك على الجهاز. طبعا انا نزلته وطريقة التثبيت سهلة مفيش منها اي مشكلة. خلينا نفتح بقى UTM مع بعض. واول ما بتفتح UTM احنا دلوقتي محتاجين نسخة الايزو. طيب نجيب ازاي بقى نسخة الايزو؟ الحقيقة مايكروسوفت عملت معانا حاجة يعني لطيفة جدا، وانا هيسر عليك الموضوع جدا جدا. اول حاجة اللينك ده لتنزيل نسخة ويندوز 11 ارم من سيرفرات مايكروسوفت. طيب خلينا كده نجرب مع بعض نشوف هتنزل ولا مش هتنزل، لان في تريكة كده هقول لكم عليها دلوقتي. هنختار هنا ان احنا عايزين ننزل ويندوز 11 مالتي اديشن، تأكد انها ارم 64، وهنضغط على داونلود. بيقول لي في مشكلة. طيب ايه المشكلة يا عم الحاج؟ بيقول لك ان انت عشان تنزل النسخة دي لازم تفتح اللينك ده من معالج ارم على الويندوز، يعني لازم يكون معاك لابتوب ويندوز بمعالج ارم. طيب الحل ده هنعمل ايه بقى عشان انزل النسخة دي واشاركها معاكم وكده؟ الحل سهل جدا، هناخد اللينك ده كده ونخش على بارللز. ما هو بارللز ده ويندوز بداخل الماك ماشي زي محاكي كده، فده دلوقتي لو حطينا اللينك هيبدا ينزله معانا بدون اي مشاكل. طبعا انا نزلته بس انا بوريكم الخطوات دي كلها عشان ايه تبقوا فاهمين. فاحنا نخش هنا على المتصفح ونعمل انتر لللينك، هتيجي هنا تختار ويندوز 11 مالتي اديشن، هيبدا هنا يقول لك اختار النسخه. طبعا في كل اللغات موجوده، هنختار اللغه الانجليزيه، هنضغط كونفيرم. بعد كده هنضغط على داونلود بينزل معانا اهو. يبقى انا جربت لكم اهو تقدر تنزل عادي، فعشان بس ما يجيش حد ليا يخش على اللينك ويجي ينزل ما ينزلش يقول لي الحق ده اللينك بايظ كذا، زي ما بشوف كده هجوم من غير ما الناس تسمع الفيديو. اسمع الفيديو هتلاقيني شارح كل حاجه ماشي. طيب افترضنا ان انت ما عندكش ويندوز بمعالج سناب دراجون اكس اليت او معالجات الارم، في الحاله دي انت هتنزل النسخه دي ازاي؟ عيب عليك يا صديقي، يعني انا هسيبك كده تتوه مني. خلينا نقفل بارللز خالص وهقول لك تعمل ايه بالظبط. تمام، هتيجي هنا هسيب لك لينك في نسخه ويندوز 11 24 H2 اللغه الانجليزيه. طيب النسخه دي انا نزلتها على UTM قبل الحلقه دي قبل التسجيل، واشتغل معايا كمان مايكروسوفت ستور وحاجه زي الفل، فانا هستبدل النسخه دي بالنسخه القديمه اللي انا دايما كنت برشحها في الحلقات اللي فاتت. فدي بقى نسخه اصليه من سيرفرات مايكروسوفت مجربه وحاجه زي الفل، وهنجربها كمان مع بعض دلوقتي. فانا هشارك اللينك ده بتاع التحميل المباشر من يعني من حسابي على كوفر ليكم بشكل مباشر. لو انت حابب تنزل، انت عرفت مش تقدر تنزل الا لو عندك بارللز جوه الماك مثلا تنزل من خلاله، حتى لو هتنزله بشكل تجريبي، او انك يعني يكون عندك جهاز لابتوب بمعالجات الارم او السناب دراجون ماشي. خلينا بقى دلوقتي نعمل تثبيت للبرنامج ده. اول حاجه هنضغط هنا على كرييت نيو فيرتشوال ماشين، بعد كده هنضغط على فيرتشوالايز، بعد كده هنختار ويندوز، بعد كده هنعمل براوز، بس اتاكد ان انت مفعل السبايس تولز عشان يعمل لك التعريفات بتاعه الويندوز. هنضغط على براوز
وهنيجي هنا للنسخة اللي احنا نزلناها، هي حوالي 5.5 جيجا. هنعمل open وبعد كده هنضغط على continue. بعد كده هنختار الميموري، انا عندي هنا 16 جيجا رام، ممكن اديله مثلا 6 جيجا كويسين جدا. السي بي يو هنا 8 كورز او 10 كورز تقريبا عندي، فممكن اديله 4 كورز حلوين قوي، او ممكن يلا 5 كورز و 6 جيجا، ممكن كمان تزودها تخليها 6 كورز، بس احنا خليها 4 احسن عشان اغلب الناس اللي هتشوفنا هيبقوا 8 كورز، فاديله 4 وهنا اديله 6 من الرامات، حتى لو رامات 8 اديله 6 برضه. هتضغط على كونتينيو، بعد كده ال 64 زي ما هم، كونتينيو بعد كده كونتينيو، بعد كده عايز تسمي ويندوز 11 او اي حاجه براحتك ممكن نسمي ويندوز 11. بعد كده نعمل سيف، خلاص كده انت ضفت نسخه الايزو بداخل يو تي ام. دلوقتي بقى طريقه التثبيت، واسهل منها مفيش. هتضغط هنا على البلاي من النقطه دي كده، او تضغط على بلاي من الشريط الجانبي، اي واحد فيهم هيفتح لك النسخه عشان تثبتها. ركز بقى معايا، وادي الكيبورد معانا. هتعمل ايه؟ هنضغط على بلاي، اول ما يجي لك بريس اني كي هتضغط على انتر او على اي زر، بس انا بقول انتر من باب التسهيل يعني، اللي هو زر الادخال انتر ده، ماشي، او اي زر عموما مش لازم انتر يعني، بس انا بحب انتر يعني يعني زر معروف يعني. هنضغط هنا على العلامه بتاعت التشغيل، واول ما يجي لنا بريس اني كي ويعمل نقط كده اهو، هيبدا هنا يقول بريس اني كي، بريس اني كي، هنضغط انتر بالشكل ده، هيبدا يثبت معانا النسخه بدون اي مشاكل. طيب انت جربته ما اشتغلش معاك، جرب مره تانية، احذفه واعمل ريستارت للماك عندك، هيظبط معاك، الموضوع سهل. ممكن بعض الناس بينسى يضغط على انتر اصلا. احنا بقى ما بنلمسش الكيبورد دي لحد ما نخلص تثبيت، تمام يا جماعه؟ فهنيجي هنا نختار كل حاجه انجليزي، مثلا هنا ممكن التايم نخليها بس ايه يعني، ممكن نختار ايجيبت، ده عشان التايم، عشان الوقت بتاع الدوله، نختار مصر ولكن اللغه خليها انجليزي عشان خاطر يعني تقدر تكتب باسورد وكده. الكيبورد او الانبوت انا محتاجها انجليزي صراحه، عشان يعني ما يقلبش عربي واقعد بقى الف كده، طيب نغير العربي منين وكده. يونايتد كينجدم، ماشي. بعد كده نيكست، بعد كده هنا بيقول لك حط رخصه التفعيل الخاصه بالويندوز. انا عندي رخص صراحه لويندوز 11 كتير، ولكن انا مش هستخدم حاجه عشان اوريكم ان كل حاجه فري. هضغط هنا على اي دونت هاف برودكت كي، واختار ويندوز 11 واضغط على نيكست، بعد كده اضغط على اكسبت، بعد كده هيبدا هنا يعمل سيرش للديسك، هيقول لي هنا 64 جيجا، هقول له نيكست، هقول له كمان انلوكيتد، اوكي اهو نيكست، بدا يثبت معانا، بيقول لي البي سي هيعمل ريستارت اكتر من مره. انا طبعا هوقف الفيديو دلوقتي، وبعد كده هنرجع كده يعني على مراحل اثناء التثبيت عشان نشوف التثبيت بيتم ازاي، ماشي؟ فانا هوقف الفيديو دلوقتي مؤقتا، وهنرجع مع بعض خلال التثبيت. دلوقتي بيعمل اول ريستارت زي ما انتم شايفين، فاحنا نستنى يعمل اول ريستارت. طبعا ما بنضغطش على اي حاجه في الكيبورد، احنا ضغطنا اول مره بس، ما بنضغطش على اي حاجه خالص لحد ما يخلص معانا ويتثبت تماما. خلي بالك لو ضغطت على اي حاجه بالكيبورد وهو بيعمل بريس اني كي دي، هيبدا يثبت معاك الويندوز من اول وجديد، فخلي بالك من النقطه دي. هو دلوقتي بيبدا يثبت نظام ويندوز، فهنوقف برضو الفيديو ونرجع مع بعض كده خلال التثبيت. وزي ما انتم شايفين جاب لنا ان في تحديث للنسخه اللي احنا ثبتناها، فهينزل التحديث ويعمل له انستول، وبعد كده هيثبته، وبعد كده هيفتح لنا النسخه شغاله بيرفكت بدون اي مشاكل. فاحنا هنستنى لحد ما يخلص التحديثات دي، وبعد كده نشوف باقي التفاصيل معانا في حلقه النهارده. دلوقتي ثبت التحديثات وعمل ريستارت اكتر من مره، فاحنا دلوقتي مستنيين ان هو يفتح لنا نسخه الويندوز باخر تحديث، فهنستنى كده مع بعض دقايق او ثواني، وبعد كده هيجيب لنا النسخه ونقدر نستخدمها بدون اي مشاكل. ودلوقتي بعد ما ثبت التحديثات وعمل ريستارت اكتر من مره، فتح معانا نسخه الويندوز النهائيه، ودي حاجه طبعا جميله. اهم حاجه ما تنساش تنزل او تثبت السبايس تول، هي هتظهر لك بالشكل ده لو انت ماشي الخطوات صح. ولو ما لقيتهاش هنا عموما هقول لك ازاي توصل لها، برضو هتدخل على الفايل مانجر الخاص بالويندوز، هتنزل تحت هنا وهتلاقي عندك هنا في الدي في دي السبايس تول اهي موجوده، سواء الاي او الدي، دور في الاثنين دول. فبعد ما بتثبت كده المفروض ما نعمل دبل تاب يحدث معانا، فنعمل هنا لسه ما ثبتش. ده بيخليك ان انت تقدر تعمل فول سكرين للويندوز، فالسبايس تول مهمه جدا عشان تقدر تستخدم الويندوز في فول سكرين كانه نظام ويندوز حقيقي، ودي حاجه طبعا جميله. لسه دلوقتي بيخلص، وبعد كده هنجرب مع بعض نشوف هيعمل
يعني تكبير للنسخة ولا هتفضل كده شاشة صغيرة، فهنشوف ولو في مشكلة هنحلها مع بعض. فممكن نوقف شوية أو بيقول لي هنا ريبوت، هضغط انتر ماشي، هيعمل ريستارت. المفروض بقى بعد ما يعمل ريستارت نعمل دبل تاب كده ونكبر الشاشة، هتشتغل معانا برضو. هنا اوعى تضغط على أي زر في الكيبورد، لو ضغطت على حاجة دلوقتي هيعيد معاك من الأول خالص، فخد بالك من التفصيلة دي. واحنا دلوقتي بعد ما يفتح معانا ونجرب مايكروسوفت ستور هقول لكم نلغيها ازاي. دلوقتي هو بيفتح معانا النسخة، فتح، نعمل دبل تاب فوق، فتحت بالكامل، يبقى السبايس تول كده اتحدثت او اتثبتت بشكل كويس. طيب لو ما عملش معاك فول سكرين هتخش هنا تاني وتثبت السبايس تول، هتجيبها هنا من الدي في دي اللي تحت ده، سي دي درايف، هتلاقيها هنا موجوده، هي السبايس تول، هتضغط عليها دبل تاب وتثبتها وتعمل ريستارت للويندوز. طيب احنا كده دلوقتي الويندوز نزل معانا باخر اصدار، باخر تحديث، ونجرب بقى مايكروسوفت ستور لان ده بصراحه مهم جدا عشان التطبيقات اللي عليه. فنجرب كده مع بعض، نشوف كده اي تطبيق من التطبيقات، نكتب هنا مثلا اي تطبيق، مثلا ممكن نكتب بي دي اف ونعمل سيرش، شغال صراحه بيرفكت بدون اي مشاكل، تقدر تنزل اي تطبيق من التطبيقات دي، بس طبعا محتاج تخش بالايميل بتاعك. فصراحه دي تجربه ممتازه لحد دلوقتي. طيب بعد ما بتخلص بقى وتنزل التطبيقات بتاعتك وكل الكلام ده، ما تنساش تعمل حاجه مهمه جدا، هنقفل الويندوز عادي جدا، ممكن تقفله عادي، ممكن تخرج منه مباشره من هنا، فاللي يريحك يعني، لان ده نظام افتراضي فما بيفرقش قوي انك قفلته بشكل يعني مظبوط او لا، فممكن تقفل اصلا البرنامج خالص كده. ونرجع مره تانيه هنا، اهم حاجه في الموضوع ننزل تحت هنا ونيجي على نسخة الايزو، هنا هنضغط على السهم ده ونعمل كلير. ليه بنعمل كلير؟ عشان ما يعملش بوت لنسخة الايزو كل ما نحتاج نفتح الويندوز. شوفوا كده، هنفتح الويندوز دلوقتي مش هيظهر لنا بريس اني كي اللي بتظهر لنا دي لو ضغطنا عليها حاجة بيعيد تثبيت من اول وجديد، فاضغط على تشغيل الويندوز عادي بقى، خلاص كده انا شلتها من البوت. فخلاص كده هيظهر لي هنا شاشة فيها كلام انجليزي كتير، هتظهر دلوقتي اهي كلام الغريب ده، وهيفتح معانا نسخه الويندوز، واقدر اكتب اي حاجه هنا على الكيبورد براحتي وهو شغال، مفيش اي مشكله. خلينا اجرب معاكم تاني، نقفل اوكي، نفتحه تاني اهو وهو بيشتغل، هكتب لكم اي حاجه على الكيبورد اهو اهو اهو، تمام زي ما انتم شايفين اهو، ولا اي حاجه. ليه؟ لان احنا شلنا الايزو من البوت، فيفتح معانا بدون اي مشاكل والامور زي الفل. الويندوز شغال بكفاءة، مايكروسوفت ستور شغالة، لحظة بس هنا ايه نظبط الموضوع، مايكروسوفت ستور شغالة، كل حاجة زي الفل. هسيب لكم رابط تنزيل نسخة الويندوز من سيرفرات مايكروسوفت تحت، ولو ما عرفتش تنزلها عشان هي محتاجة يعني نظام ويندوز بمعالج ارم عشان ينزلها لك، انا كده كده هسيب لك نسخة الايزو على حسابي في كوفر عشان تنزلها بشكل مباشر، والنسخة دي هي نسخة سيرفرات مايكروسوفت، ما فيهاش اي حاجة، النسخة دي هي النسخة دي. فدي كانت تجربتنا في تنزيل ويندوز بداخل الماك بالمجان من سيرفرات مايكروسوفت على نظام ماك. طبعا في شويه حاجات بقى، زي ان انت لو عاوز تغير السكرول بدل ما يبقى لتحت لفوق والكلام ده، فممكن تحتاج برنامج زي برنامج ام او اس ماك. ده البرنامج ده هتيجي هنا تلغي الريفرس سكرول، فهنا لما تيجي تنزل كده ينزل معاك، لما تطلع يطلع معاك، لان في اختلاف في السكرول بتاع الماوس، فبيبقى مختلف بين النظامين، فدي ممكن تلغيها من هنا، ولكن انت ممكن يعني تتعامل براحتك في الموضوع ده. فانا اهم حاجه عندي ان انا نزلت لك الويندوز بشكل مجاني وشغال بيرفكت، مايكروسوفت ستور شغاله، وكمان لغيت لك ميزه ان هو يعمل اوتو بوت عشان بعد كده تفتح الويندوز براحتك وتشتغل عليه براحتك بدون اي مشاكل. وبس كده، ما تنسوش بقى تعمل لايك للفيديو ده واشتراك في القناه وتفعل الجرس وتشاركوني برايكم تحت في التعليقات. كان معكم محمود عمران، ونتقابل في فيديو جديد. تحياتي، سلام.